أهلين ومساء الخير. اليوم عندنا جهاز من شركة بوش لقياس درجة الحرارة عن بعد. المسافة تقريبا من 75 سنتي إلى متر و25 سنتي، في 3 وضعيات حسب نوع الخام اللي بنحسب فيه درجة الحرارة. مثلا الوضعية الأولى للخرسانات والخشب والمطاط، الوضعية الثانية للحديد والجرانيت اللي هي هذه، والوضعية الثالثة للفلين والأشياء اللينة أو للطلاء العاكس اللماع. عندنا هناك الفلين والخشب والحديد، راح نجرب البداية. هذا مثلا الخشب بس كبسة زر، طلع عندي درجة حرارة الخشب. الحين نحسب الحديد، طبعا الحسبة السابقة تطلع فوق، هذا درجة حرارة الحديد 23.8، الخشب 24.2. نجرب الفلين، هذه درجة حرارة الفلين بكل بساطة، طبعا مناسب للأعمال الأبوكسي. نقدر نختبر فيه، لو خلص التفاعل نختبر حرارة الأبوكسي، إذا وقف التفاعل قبل ما نحركه ونغير عليه ويخرب عندنا، نقدر نتابعه بالجهاز. جهاز جدا بسيط ويشتغل على بطاريات دبل إيه، صناعة ألمانية. والله يكفينا وياكم كل مكروه. طبعا لو كنا بنحسب درجة حرارة الأجسام للبشر، نحط على الوضعية الثالثة لأنه يعتبر نفس الفلين، في امتصاص للأشعة. وبكل بساطة أهم شيء المسافة تكون من 75 إلى متر و25 سنتي. ويعطيكم العافية.